مكملين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا بشكر زميلي الاستاذ محمد الجندي على الفقره الحواريه السابقه مع الكابتن احمد كشري احد نجوم النادي الاهلي السابقين، لكن دلوقتي جت ميعاد فقره حواريه اخرى مهمه جدا مع احد ابناء النادي الاهلي واللي شاركوا الفترات مع النادي الاهلي وكان مؤثر ويعني الجمهور كان بيحبه بشكل كبير جدا، مصطفى عفروتو نجم النادي الاهلي السابق. عفروتو اخبارك ايه؟ الحمد لله يا امير، انا مبسوط اللي انا معاك النهارده. انا مبسوط اكتر. ببارك للنادي الاهلي طبعا على برزنتيشن النهارده، ودايما كده النادي الاهلي بيفرحنا ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ انا تمام الحمد لله. طمنا عليك، فينك دلوقتي؟ انا موجود. يعني الفتره الاخيره كنت بتلعب في عمان، انا عارف الامور كانت ماشيه بالنسبه لك ازاي، طمنا عليك، عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي عليك. انا رجعت من عمان، فكنت في صحم العماني، كنت طالع اعاره من نادي الانتاج الحربي ورجعت ففسخت التعاقد مع نادي الانتاج. وانا راجع كان في اكتر من نادي متكلم معايا، ولكن كانت القصه كلها في القايمه كانت 25، والوقت اللي انا كنت نازل فيه كان خلاص تقريبا كل الفرق بتقفل. فبس يعني فهي القصه جت. اسباب فسخ التعاقد مع انتاج الحربي كانت ايه؟ لا ما كانش فيه يعني، ما هي كانت حاجات كده اللي انا ما كنتش بلعب بصوره مستمره، ف كان ده السبب الرئيسي يعني. طيب خلينا نجيب القصه من الاول كده، يعني انت طبعا كنت احد اللاعبين المبشرين جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، والناس كتير كانت بتتابعك، وكمان صعدت الفريق الاول وكان ليك دور مؤثر في بعض الفترات. البدايه احكي لنا على البدايه بالنسبه لعفروتو مع النادي الاهلي في قطاع الناشئين، كانت ماشيه ازاي؟ من المدربين اللي اثروا في مسيرتك بشكل عام؟ يعني هو القصه كلها ابتدت معايا اللي انا والدي كان ليه علاقه بوالد الكابتن هيثم حسين طبعا بتاع نادي المقاولين، لاعب نادي المقاولين. ف كنت انا لسه صغير يعني 7 سنين وشويه او 8 سنين، فروحت المقاولين كده 6 شهور في مدرسه الكوره، والكابتن بدر رجب شافني بقى فخدني، وكان الكلام دوت 96 لحد بقى 2012 وانا في النادي الاهلي بقى. يعني دي كانت بدايتك مع دي كانت بدايتي يعني في مع النادي الاهلي يعني من 96 لحد 2012. المدرب اللي اثر فيك بشكل كبير جدا في قطاع الناشئين في بدايه يعني اكتر واحد، ده اكيد مريت على عدد كبير. كابتن بدر رجب طبعا. كابتن بدر رجب يعني من الناس اللي هي بصراحه ربنا من الناس اللي وقفت معايا بشكل كويس، يعني كان الجيل بتاعنا كله يعني تقريبا كل الناس هو كابتن بدر رجب ومستر كروفر الهولندي بالظبط، وكابتن محمد وهبه، هم اللي يعني اثروا فينا بشكل كويس، يعني هم اللي طلعونا كده، هم علمونا يعني ايه كوره بجد يعني. تمام. يعني كابتن بدر ربنا يبارك له يعني. اكيد. طيب في تقرير عنك كده نروح نشوفه، تقرير صوتي، نروح نشوف التقرير الصوتي عن مصطفى عفروتو نجم النادي الاهلي السابق، نرجع مره ثانيه. مصطفى محمد سليم الشهير بعفروتو هو أحد الأسماء التي نالت شرف تمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع جيل العمالقة أبو تريكة، بركات، متعب، وائل جمعة، حسام غالي. بزغ نجمه خلال المشاركة مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم التي استضافتها مصر في العام 2009، تم تصعيده للفريق الأول للنادي الأهلي. تألق عفروتو في الدوري مع الأهلي وتوج ببطولتين للدوري العام وبطولة لكأس السوبر. انتقل للاتحاد السكندري عام 2011 ثم المقاصة في عام 2012 قبل أن يتخذ قرار الرحيل خارج مصر إلى كرباخ الأذربيجاني في تجربة قصيرة بعد توقف النشاط الكروي في مصر. عاد إلى المقاصة مجددا ثم ألعاب دمنهور، ومنه إلى الإسماعيلي ثم الشرقية والإنتاج الحربي الذي كان آخر محطاته في الدوري. خضع عفروتو تجربة قصيرة مع صحم العماني. يعود الآن عبر شاشة النادي الأهلي في ضيافة برنامج الأهلي الليلة. طيب ده كان تقرير مهم جدا عن عفروتو خلال تواجده او مشواره مع الكره بشكل عام، بدايه من النادي الاهلي وبالانديه كمان اللي مر عليها،
وبالتحديد عايز اتكلم معاك يا عفروتو عن منتخب الشباب، وكان في جيل عظيم بالنسبه لكم في منتخب طبعا. الشباب، وكلنا كنا متابعين كاس العالم 2009 في مصر هنا، وكلكم بصراحه تالقتوا، وانت بالتحديد تالقت في هذه البطوله. عايز اتكلم عن الفتره دي بالذات، وليه معظم الجيل بتاع كاس العالم 2009 بتاع منتخب الشباب ما كملش او ما ظهرش بشكل كبير على الساحه الكرويه بعد كده. هو في الاول طبعا بشكركم على التقرير الجميل دوت. والله يا امير بص، يعني انا يعني الحمد لله مقتنع ان كل واحد ده نصيبه، يعني طبعا هو اللي ربنا كاتبه لنا بنشوفه، وهو علينا بس اللي احنا نشتغل ونجتهد، والباقي ده بتاع ربنا. صح. فدي حاجه بتاعت ربنا. احنا كان يعني كان كل الناس قالت لا، في جيل كويس طالع، وفي جيل ان شاء الله هو اللي هيبقى مستقبل الكره المصريه، وكان معظمنا يعني الانديه بتاعتنا كانت دايما بتدعمنا. كان يعني لو كان صحابي مثلا في الزمالك، في انبي، في الاسماعيلي، احنا كنا الجيل بتاعنا كنا في الاهلي، فكانت الانديه كلها كان كله باصص لنا اللي احنا المستقبل بتاع الكوره. ف هي الدنيا اختلفت مع بص، هي نصيب بس احنا يعني هناخدها بالاسباب. يعني هي جت موضوع الثوره وحاجات سياسيه، توقف النشاط الكروي الفتره اكيد، اه النادي الاهلي شكل. والقصه بتاعت بورسعيد المؤسفه ديت للاسف، كانت كان الموضوع صعب علينا، وخصوصا احنا طلعنا كان في جيل، يعني انت كنت بتتكلم كابتن محمد ابو تريكه، كابتن محمد بركات، يعني حظكم كان سيء جدا، كان معاكم يعني جيل عظيم، ابو تريكه وبركات ووائل جمعه وحسام غالي، كابتن حسام غالي وكابتن شريف، كابتن شريف اكرامي وشريف عبد الفضيل وكابتن احمد فتحي، كان كان اه يعني فرقتين يعني. فكان الموضوع بالنسبه لنا احد الاسباب. اه يعني انا بقول لك يعني بص، هي كل حاجه نصيب طبعا، بس انا بقول لك احنا بناخدها يعني بالاسباب. اه بالظبط. شايف ان الفترة دي وتواجد عدد كبير جدا من النجوم دي ما خلاكوش تاخدوا الفرصة الكافية ان انتوا تثبتوا نفسكم؟ اه بالظبط. يعني انت يعني انت بتتكلم، وخصوصا انت بتلعب في نادي كل شوية في بطولة. بالظبط. يعني مش بتلعب في نادي عادي او بتلعب في نادي للأسف بتلعب في الدوري العام بس، لا انت بتلعب في افريقيا والبطولة العربية وبتلعب في حاجات كتير جدا. فخصوصا اللي انت تطلع في جيل ذهبي زي الجيل بتاع النادي الاهلي، كابتن محمد ابو تريكه وكابتن محمد بركات، يعني بدون يعني عشان ما انساش حد يعني، اه الجيل كله، فكان الموضوع صعب جدا، صعب جدا يعني اللي انت تبقى متواجد في وسط الكوكبه دي. ف طيب عايز اتكلم او ابتدي عن الانطلاقه بالنسبه لعفروتو مع الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، تحديد مباراه الشرطه 4-2، واكيد كلنا فاكرينها، وانت تالقت في المباراه دي بشكل كبير جدا. الناس كلها توقعت بعد المباراه دي واحرازك هدفين كمان في الماتش ده، قالت خلاص عفروتو كده ثبت اقدامه في النادي الاهلي وهنشوفه فترات كبيره. اعتقد كان كابتن حسام بدري مدير فني ساعتها. ايه اللي حصل بعد الانطلاقه القويه دي؟ ليه الامور ما مشيتش على نفس المباراه دي بالتحديد؟ ما هو زي ما انا ما قلت لك يا امير، يعني نفس الاسباب يعني؟ هي ما هي الفتره اللي انا طلعت فيها ديت، الفتره دي كان كنا في 2010 وحصل الموضوع بتاع الثوره، فالقصص كلها كانت جايه معانا، احنا مش عارف الجيل بتاعي كان فيه ايه، ما كناش محظوظين يعني. فهي الفكره كلها يعني انت الواحد يعني الحمد لله، يعني احنا بينا بشكل كويس لدرجه اللي الناس الحمد لله فاكرينا بصوره طبعا. كويسه فدي حاجه كويسه بالنسبه لنا يعني. يعني كنت انت واحمد كشري اعتقد ابرز، احمد شكري عفوا، ابرز اثنين في السوق، وشاب وكان هشام طبعا كان قبلينا، كان طالع هو اول واحد، وسعد سمير طبعا، ومحمد طلعت، كنا جيل يعني الحمد لله كان جيل كويس، وكان ايمن اشرف، مش عايز انسى حد يعني. في ناس موجوده اكيد من الجيل ده. طيب رحت بعد كده اكثر من نادي، نادي الاتحاد قلنا عفروتو خلاص تاني رجع وعملت مباريات رائعه مع نادي الاتحاد، وكان نادي الاتحاد الفتره دي اعتقد بيضم لعيبه كبار في الوقت ده. الامور مشيت ازاي بالنسبه لك بعد كده بالتحديد بدايه من نادي الاتحاد؟ انا كان الفتره دي كان جاي لي السلميه الكويتي، وفضلت ان انا اروح نادي الاتحاد، يعني النادي جماهيري بالظبط طبعا، نادي كبير، نادي كبير جدا طبعا، فانا كنت حابب ان انا اروح التجربه دي. وحصل برضو كامير القصه بتاعتي برضو، عشان يعني بص انا مش الحمد يعني انا بحمد ربنا انا مش محظوظ عامه تمام، فجت معايا الموضوع بتاع النادي الاهلي والقصه المؤسفه بتاعت بورسعيد تمام، فبرضو الدنيا وقفت فما خلاص ما بقاش إيه في دوري. وضح لي النقطه دي، ايه العلاقه ما بين مش ساعتها الدوري وقف تمام، فما بقاش فيه خلاص السنه وقفت يعني كامله. كنت انت رحت الاتحاد السكندري اوريدي يعني كان قبل ما الدوري يوقف؟ كنت رايح اعاره، وبعد كده رحت راجع النادي الاهلي، فكان مستر مانويل لسه راجع، فقال خلاص انا مش محتاج اللعيبه دي تبقى متواجده معايا. كان خلاص يعني احنا تقريبا كنا بنتكلم بنلعب في الدور الاولاني مع النادي الاتحاد،
وجينا بقى هنبتدي بقى تقريبا في الدور الثاني، وحصل الموضوع يعني بالضبط. هو حصل في الدور الاولاني بس كان يعني خلاص يعني اللي احنا هنلعب دور ثاني والدوري ماشي طبيعي عادي. فحصلت المشكله دي تمام، فبس يعني مش محظوظ انا صح. رحت بعد كده المقصة؟ رحت، لا طلعت، رحت اذربيجان، كان الدوري توقف بقى فروحت الفتره دي اذربيجان، وبعد كده رحت راجع على المقصة مع كابتن حسام حسن. ما كملتش برضو مع المقصة؟ ما كنا بنلعب مجموعتين. فاكر الدوري ده كان برضو كملش كمان الدوري. يعني فكان الدوري ما كملنا يعني، ما انت بص يعني اتكلم معايا في اي حاجه ثانيه بعيد عن الحظ بتاعي. طيب خلاص اوكي، هو بيبقى اكيد ده نصيب وقدر ربنا بيبقى رايق. طبعا الحمد لله. نادي الاسماعيلي، لعبت مع نادي الاسماعيلي وقلنا كابتن احمد حسام ميدو اعاد اكتشافك، كنت انت وشيكابالا كمان. كان منظمه بصراحه يعني. بالظبط يعني كابتن احمد حسام ميدو من المدربين الجيدين وعندهم رؤيه كويسه جدا بصراحه، ولعبت بشكل جيد مع الاسماعيلي، ما كملتش ايضا مع الاسماعيلي. كان نفسي اكمل بصراحه. بس كان في فرقه حلوه على فكره. يعني كابتن ميدو عامل فرقه حلوه. هي القصه كلها لما كابتن احمد حسام ميدو مشي الموضوع اختلف خالص يعني. هو يعني كان بيتعامل معانا احنا يعني الحمد لله الواحد كان متاسس يعني، مثلا كابتن شيكابالا مثلا متاسس في الزمالك، انا في الاهلي. يعني كلنا متاسسين، ومروان يعني في بترو جيت وفي انبي، فكلنا كنا من الحمد لله متاسسين، ومعاك كابتن حسني عبد ربه، فكل العقليات ديت الحمد لله يعني منتخبات شباب ومراحل كتير مرت بيها، ومعاك مدير فني بعقليه محترفه، فكان قادر يتعامل معانا ازاي، فده كان باين في على ارض الواقع. فلما جه حصل خلافات ما بين الاداره وكابتن احمد حسام ميدو والقصه بتاع الكابتن حسني عبد ربه بالظبط، فالموضوع اختلف يعني. من ضمن عيوب نادي الاسماعيلي للاسف عدم الاستقرار شويه. بالظبط، ده ممكن بيؤدي يعني ان الفريق ما بياخدش بطولات غير كل فترات كبيره للاسف يعني. بالظبط، ولكن يعني جماهير الاسماعيلي وكلاعيبه لا في يقدروا. بالظبط، يمكن هي القصه كلها المشكله للاسف بتبقى في الاداره. ولكن انا كنت حابب ان انا اكمل في نادي زي نادي الاسماعيلي، بس دي كانت حاجه غصب عننا كلنا يعني، لو تلاحظ كلنا كنا مشينا. كان الموضوع متعلق اكتر بالاداره يعني، انت بتقعد يعني للاسف يعني بتقعد فتره كبيره قوي وما بتاخدش حتى مستحقاتك. فكان الموضوع صعب جدا. يمكن لما كان كابتن احمد حسام ميدو كان موجود معانا، فالراجل كان لا كان مهون عليكم شويه، لا وكان بيجيب لنا حقوقنا لدرجه اللي احنا بقينا بنقول يعني هو الراجل جاي يشتغل معانا واللي احنا ان شاء الله ننافس ونقدر ناخد بطوله، ولا هو جاي عشان خاطر اللي هو يشتغل اداري ويتكلم مع الاداره ويجيب لنا فلوسنا. فكان الموضوع صعب جدا. الامور ما ساعدتكش. ولكن كانت الجماهير بصراحه كانت مساندانا، وكانت اللعيبه مش مقصره، ده كان اللعيبه كانت الجماهير شايفاه. الناس كتير توقعت ان بطوله الدوري دي بالتحديد الاسماعيلي هينافس عليها بشكل كبير، خصوصا بعد الانطلاقه كانت بالنسبه لكم قويه مع كابتن ميدو. هو كمان كابتن يعني كابتن احمد حسام ميدو كنا بنلعب الماتشات في الدوري، كنا بنلعب الفتره دي كان الدوري منتظم كل 3 ايام، فكان بيجي مثلا في المحاضره ما كانش محسسنا اللي احنا لا اللي احنا مش بنلعب ماتش عادي، احنا كل ماتش كنا بنلعبه بطوله، كان يعني مدينا الحافز ومدينا الثقه في نفسنا. وانت بتتعامل مع واحد لما هيقول لك على حاجه انت يعني هيقول لك يمين يبقى يمين خلاص. طبعا نجم كبير، نجم كبير احترف في اوروبا بمستوى عالي. وفي نقطه كمان يعني انا لمستها في كابتن احمد حسام ميدو، لما ممكن مثلا لاعب يخش على زميله مثلا بعنف شويه او حاجه ويتشنك كده ويتعصب، بياخد الامور ببساطه خالص ويحط ايده على كتفك ويطلع ويقول لك لا ما تعملش كده، لا المفروض تعمل كده. عقليه بصراحه ربنا في انا بقول لك عشان انا عشيرته. بالظبط، بقول لك على حد عشيرته. عقليه محترفه يعني. الخلاف ما بينه وبين حسني عبد ربه كان السبب ان هو يمشي من نادي الاسماعيلي في هذا التوقيت، مين اللي كان غلطان؟ انت كنت متواجد في الفريق. بص انا بحب كابتن احمد حسام ميدو وكابتن حسني عبد ربه، نجم كبير وعلاقتي بيه كويسه، هي الخلاف ما كانش ما بين الاثنين يعني، هي جت كده والاعلام مكبر الموضوع، يمكن الاثنين على فكره وكلام الاثنين في الاعلام زود الامور بشكل اكبر. بالظبط، هو هي اتفهمت غلط يعني، هو اللي وصل لكابتن احمد حسام ميدو واللي وصل لكابتن حسني عبد ربه كان الموضوع، ولكن الاثنين حبايب والاثنين بيكلموا بعض وعلاقتهم ببعض كويسه جدا، فكان الموضوع يعني
هو جه الامور جت كده، هي جت كده والموضوع جت من ناس من الاداره ساعتها هي اللي بوظت الدنيا، وقعدوا يكلموا كابتن حسني عبد رب، وده كابتن احمد حسام ميدو مش عايز يلعبك مثلا، بدليل اللي احنا كنا لاعبين 7 8 ماتشات وكابتن حسني كان لاعبهم كلهم بالظبط. فكانت المشكله اصلا مش من عندنا احنا كلعيبه او كجهاز فني، المشكله كانت زي ما انا بقول لك كانت في الاداره اللي كانت موجوده قبل كده. دي كانت يعني اكبر طيب حاجة. اخر محطه ليك كانت في عمان، الفتره الجايه بتفكر ازاي العروض المقدمه لك ان شاء الله ان انت تنضم لاحد الانديه في يناير سواء في مصر او خارج مصر؟ هو بص انا مش بحب اكذب يعني انا يعني انا حاليا يعني في نجوم المستقبل مع كابتن احمد سامي، فلسه يعني في شويه حاجات كده، هو نادي النجوم تحت المسمى الجديد يعني فلسه يعني في شويه حاجات كده بس اجراءات كده تخلص، لكن المفاوضات في مراحل متقدمه يعني. والحمد لله عندي عرضين كده في شرق اسيا، ف يعني الواحد هيستخير ربنا كده واللي ربنا عايزه هيكون ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب انت بتتمنى يعني انت تكون متواجد هنا في الدوري المصري افضل بالنسبه لك، ولا انت تروح شرق اسيا ولا يعني انا حابب يعني اللي انت مايل ايه اكتر يعني؟ انا حابب اللي انا ابقى متواجد في الدوري عندنا هنا ان شاء الله في الدوري المصري باذن الله. تمام، اتكلمنا عن مسيرتك وان انت كنت سيء الحظ، بس هل كان في اي قرارات مثلا انت خدتها خلال مسيرتك الكرويه ندمان عليها دلوقتي شايف ان هي ممكن تكون اثرت على المسيره دي، ولا الامور كلها اللي اتكلمنا فيها وظروف البلد وتوقف الدوري دي كانت الاسباب الرئيسيه بالنسبه لك؟ يعني هي دي كانت الاسباب برضك، والاسباب برضك كانت عندنا برضك يعني تتمثل في ايه بقى الاسباب يعني بالعقل. تتمثل مثلا اللي انا كنت بتعامل بقلبي يعني مش بتعامل بعقلي يعني مثلا يعني في حاجات كتير قوي كنت بتعامل معاها بالعاطفه يعني زي ايه؟ يعني في امور كتير قوي يعني في كانت مدربين قوي علاقتي بيهم كويسه يعني مثلا تعالى معايا الفتره ديت وان شاء الله احنا هنفوق وبتاع، فكنت باخد الموضوع اللي ما بتفكرش كويس ما بفكرش الخطوة. مثلا في الخطوه بتاعتي لا انا راجل الحمد لله عملت نجوميه كبيره جدا جوه النادي الاهلي فالمفروض لما هطلع على حته كبيره بقى بالزبط. يعني اطلع على حته يعني اقل من النادي الاهلي بس حته يعني متشافه على الاقل، فكنت بتعامل بقلبي مش بتعامل بده طبعا. فلو كنت بتعامل بعقلي كان الموضوع بس برضه كارجع واقول لك كل حاجه نصيب اكيد طبعا اكيد، ولو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي كنت بعمله برضه عشان اتعلم دلوقتي من الاخطاء اللي انا بالزبط. وقعت فيها، بس اعتقد اتعلمت من الجزئيه دي وبتفكر في الخطوات الجايه بالظبط كده ما ده زي ما بقول لك يا امير يعني قبل الكواليس لما كنت قاعد معايا وبنتكلم بندردش زي ما قلت لك في امور كتير قوي لازم انت يعني الصبر بقى في اوقات كده الناس بتقول لك انت فين انت فين انت فين الناس حابه تشوف عفروتو. وانت علمت بصراحه مع الناس عفروتو يعني انت الفتره اللي لعبتها مع منتخب مصر الشباب وانت كمان كنت متواجد في قطاع الناشئين في النادي الاهلي كان معروف اسم عفروتو بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، وكمان المباراه بتاعت اتحاد الشرطه بالذات تعلمت كمان مع الجمهور، فاعتقد انت عملت يعتبر اسم بدري شويه بالظبط، فالظروف اعتقد ما سمحتلكش ان انت تكمل المسيره الرياضيه. هي بالظبط كده يعني هي بص هي جت معايا بالعكس يعني للاسف يعني هي جت معايا يعني غير ما الناس كانت متوقعه، ولكن بالزبط. ده حكم ربنا يعني فانا بحمد ربنا طبعا على اللي انا فيه وراضي عن الفتره بتاعتي الحمد لله في النادي الاهلي وعن الفترات بتاعتي اللي انا لعبتها كلها، بس قلت لك يعني لو رجع بيا الزمن تاني هعمل نفس اللي انا كنت بعمله عشان اتعلم في الفتره دي يعني انا زي ما بقول لك يا امير قبل ما كنا بنكمل كلامنا قلت لك في اوقات كتير قوي الناس بتقابلني يا كابتن احنا عايزين نشوفك يا كابتن احنا بنحب بالزبط. حضرتك فالموضوع دلوقتي مش متعلق اللي انتوا لازم تشوفوني لا انا لازم اشوف نفسي انا رايح فين بالظبط. طب خلينا نروح مداخله مهمه جدا مع الكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق النجوم. يا كابتن احمد مساء الخير عليك. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. وقت على عفروتو طبعا. كابتن احمد ازي حضرتك؟ الله يخليك. هيكون اللعيب القادم عندك في صفوف نادي النجوم يا كابتن احمد سامي ولا الامور ماشيه ازاي؟ والله يعني عفروتو طبعا يشرف، ده لعيب كبير يعني ولعيب كويس جدا. اه بس هي الدنيا بس ساعات كده مع بعض اللعيبه بيحصل يعني ان هي ساعات بيحصل لها مطبات صناعيه كده، بس يعني بتمشي الامور يعني. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لعفروتو وان شاء الله نتمنى له تكون خطوه مهمه بالنسبه له خصوصا المفاوضات يعني في طريقها ان شاء الله ان هي تكون مفاوضات ايجابيه وانتقل لفريق النجوم. لكن كابتن احمد برضو عايز اسالك عن فريق النجوم بالتحديد وحضرتك المدير الفني لهذا الفريق، الطموح بالنسبه لكم الموسم ده بتشتغلوا على ايه؟ ايه الهدف او تارجت اللي حضرتك بتخطط ليه بالنسبه لفريق النجوم خلال الموسم ده؟
هو يعني انت عارف طبعا بتبقى اول سنه فرقه ما بتطلع دوري ممتاز، بيبقى مهم جدا ان انت تبقى الفرقه تقعد في الدوري الممتاز. والسنه دي الموضوع دوري عموما يعني دوري صعب السنه دي غير السنه اللي فاتت. تمام. انت حتى تبص على البونت كمان وانك تاخد 3 بونت مساله صعبه جدا. في كل فرقه جنب بعض، وتلاقي دايما البنات متكرره مع كذا فرقه بغض النظر هي لعبت قد ايه. ما بقاش حد يتوقع مين الفرقه اللي هتكسب او النتيجه ايه. كل الفرق بتحاول وعايزه تلم بونت بدري على اساس تحاول تستريح، بس انا شايف ان الموضوع هيفضل لغايه اخر الدوري بالمنظر ده. تمام. مقبلين او خلاص يعني كمان شهرين، شهر يناير هيكون متواجد وهيكون في اكيد تعاقدات بالنسبه لفريق النجوم، هل بتخطط لانضمام بعض اللاعبين من الدوري الممتاز بالتحديد لفريق النجوم بخلاف عفروتو؟ والله بص هو فاضل حوالي 7 ماتشات على شهر واحد. الموضوع الانتقالات دي طبعا الناس بتبقى مستعجله قوي على موضوع الانتقالات. لا انت على فكره انت بيتعرض عليك، انت ما بتنقيش بالظبط، بس اكيد حضرتك عندك بعض النواقص مثلا في الفريق اللي هتشتغل عليها من خلال فتره الفتره دي. اكيد خلي بالك، اي فرقه بتبقى محتاجه لعيبه في شهر طبعا. واحد اي فرقه. بس انا بقول لك يعني انت المشكله ان انا برضو انا عايز حاجات معينه. الحاجات المعينه دي انت ما بتبقاش بمزاجك، انت ما عندكش رفاهيه ان انت تقعد تنقي لعيب بالبتاع ويتناسب مع التفكير بتاعك والكلام ده. انت بيتعرض عليك بالزبط. ممكن يتعرض عليك ما يناسبكش، ممكن يكون هو لعيب كويس بس ما يناسبكش او ما يناسبكش الفتره دي. فربنا يسهل، لو كان في لعيبه في شهر واحد نستفاد منها مش هنتاخر، لكن مش هنجيبه خلاص يعني. بالظبط. لكن في عدد معين او مراكز معينه حضرتك محددها ان انت هتشتغل عليهم خلال شهر واحد؟ يعني ما لو في شورت في مراكز طبعا هيبقى في طبعا في استخدامات، لكن لسه مش هسبق الاحداث، لسه اللعيبه الفتره دي بتأدي بشكل كويس وماشيين كويس، فيعني مش هنسبق الاحداث، لسه فاضل 7 ماتشات. طيب فرصه وحضرتك معايا برضو نتكلم عن مباراه الاهلي وفاقس طيف واياب دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. شايف المباراه دي ازاي؟ رسالتك للجهاز الفني واللاعبين قبل المباراه حاسمه ومصيريه زي دي ان شاء الله من خلالها النادي الاهلي يتاهل لنهائي البطوله. هو يعني رسالتي للجهاز يعني مش محتاج ان انا يعني اقول له هو جهاز كويس جدا وفي كل العناصر الخبره اللي موجوده، وفي مدرب كابتن محمد يوسف طبعا هو المدرب العام مستر باتريس كارتيرون طبعا. انا قصدي يعني طبعاً. من وجهه نظرك المطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي في مباراه مهمه زي دي؟ هو الصبر. بس يعني هي حته الصبر وان هو يركزوا لو هو الاهلي بس يجيب جون. تمام. الموضوع صعب جدا يعني على الفرقه الثانيه، وانا شايف ان الاهلي يعني 95% يمكن او اكثر ان شاء الله هيوصل. ان شاء الله. كابتن احمد سامي انا بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما اقفل معاك في حاجه حابب تقولها لعفروتو؟ لا لا بقول له شد حيلك حبيبي. ان شاء الله التوفيق. ان شاء الله حبيبي يا كابتن. شكرا كابتن احمد سامي طبعا المدير الفني فريق النجوم كان معانا في مداخله مهمه. طيب عفروتو، مين اقرب اللاعبين ليك لحد دلوقتي من الجيل بتاعك في النادي الاهلي؟ كل اصحابي يعني كل الجيل يعني. مين؟ هشام. اللي متواجدين في النادي الاهلي حاليا يعني؟ يعني هشام، سعد، ايمن، اسلام محارب، حمودي، يعني معظمهم يعني. كابتن احمد فتحي، كابتن حسام عاشور، كابتن شريف اكرامي، معظمهم يعني. بيبقى في مقربين اكتر اعتقد سعد وهشام. طبعا دول اصل دول اخواتي يعني صحابي. طيب يعني الفتره الجايه بقى ان شاء الله نتمنى ان انت تنضم لفريق يكون جيد وان شاء الله تتالق ونعود او نشوف بقى تاني عفروتو بيتالق في الدوري المصري. لكن عايز استغل تواجدك معايا ونتكلم عن النادي الاهلي شويه والمباراه المهمه امام فريق اوفاق سطيف، فرص صعود النادي الاهلي للنهائي. في البدايه طب شايف النتيجه مريحه بالنسبه للنادي الاهلي 2-0 ولا الامور؟ طبعا يعني انت كسبان 2-0 وانت دلوقتي يعني انت معاك مدير فني يعني انت انا ملاحظ يعني اكيد بيقعد معاهم بيقول لهم احنا مثلا اقل حاجه في المباراه لازم نطلع نبقى كسبانين 2 أو 3 يعني ده باين. يعني انا كراجل مثلا فاهم شويه في الحته بتاعت الكوره ديت فممكن اقول كده يعني من خلال اللي انا بشوفه. الحمد لله الواحد عنده رؤيه اكيد بيقول لهم كده. يعني انت ما انا اول مره اشوف النادي الاهلي على طول كل ماتش لا بيجيب 2 و3 و4 بالظبط. فالموضوع يعني لا والنادي الاهلي يقدر يجيب هناك يعني، فان شاء الله نقدر نعدي باذن الله. وانا ان شاء الله حاسس احساسي باذن الله
البطوله بطوله افريقيا دي هتبقى في الجزيره ان شاء الله. ملاعب التيجان متاثر شويه، خصوصا ان احنا يعني النادي الاهلي او الفرق المصريه بشكل عام مش متعودين على ملاعب التيجان، شايف ان ده هيكون عائق بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه التصفيات؟ يتعاملوا ازاي مع الملعب ده من وجهه نظرك؟ اه لازم بقى امير اللي كنت احنا في الانتاج الحربي ايام ما كانوا بيلعبوا على الملعب ترتان قبل ما الملعب يتجدد اعتقد، صح؟ لا لعبنا، كنا مع النادي الاهلي ولعبناهم ولعبت على ترتان. هو القصه كلها اللي انت الحمد لله عندك لعيبه دلوقتي غير اللي هي خبره، عندك لعيبه بتعرف تقف على الكوره، فهي الملاعب الترتان عايزه كده، عايزه لعيبه تعرف اللي هي تقف على الكوره، تعرف ازاي تمتص الكوره، تعرف ازاي تباصي، تعرف ازاي فمتهيألي اصلا يعني من الواضح اللي انا شايفه مع المدير الفني مستر كارتيرون فلا يعني هو الراجل شغال على الاستحواذ، شغال يعني على حاجات كتير جدا. يعني انا بتفرج على النادي الاهلي، لا بحس ان النادي الاهلي بيستحوذ على الكوره اكتر ما كان بيستحوذ عليها من الاول. لا في فوارق كتير انا حاسس بيها بصراحه، وهو الراجل مش خدمه كمان الاصابات طبعا الفترة الأخيرة كان في عدد كبير، الموضوع صعب بس كلهم أو معظمهم خلاص رجعوا دلوقتي وكلهم هو يعني بس متاحين بالنسبة بس واحدة واحدة يعني فاهم قصدي؟ يعني لسه راجعين من الإصابة حالا يعني وداخل في ده أكيد يعني داخل في مباراة مهمة كمان يعني ما لعبوش حتى مباريات غير عمرو سلاح لعب مباراة ودية وسعد أعتقد كمان، فإن شاء الله نتمنى إن شاء الله نعدي بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق. رسالتك الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي قبل المباراة دي والجمهور النادي الأهلي كمان حابب تقول له إيه؟ أصل جمهور الأهلي مش هينفع أقول له حاجة يعني، بالعكس هو اللي بيقول للنادي كل حاجه وبيقول لاولاد النادي كل حاجه. بالظبط يعني ف دي حاجه انا يعني حتى لما ببقى في فرقه ثانيه وباجي العب لا بلاقي بحس ان انا في بيتي بجد يعني. ف اتمنى للنادي الاهلي ان شاء الله الماتش الجاي يعدي باذن الله، والنادي الاهلي قادر اللي هو ياخد البطوله دي، وان شاء الله باذن الله دي تبقى نصيب النادي الاهلي باذن الله السنه دي بطوله افريقيا ان شاء الله. وجماهير النادي الاهلي هقول لهم ايه؟ هقول لهم بحبكم بجد يعني. حبيبي عفروتو طبعا بشكرك، نورتنا وشرفتنا النهارده حبيبي. شكرا عفروتو، ده كان معانا مصطفى عفروتو طبعا احد نجوم النادي الاهلي السابقين واللي شارك لبعض الفترات مع النادي الاهلي وكان يعني ليه دور كبير سواء في قطاع الناشئين في النادي الاهلي او حتى في الفريق الاول فتره صغيره اللي لعبها مع النادي الاهلي. طبعا دي كانت فقرتنا النهارده، الفقره الثانيه من برنامج الاهلي الليله، لكن لسه في فقره اخرى مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. كنت بتقول لي عمر بيعرف يلعب عفروتو قبل ما يطلع هو. كان بيعرف يلعب هو كان باك ليفت عالمي، كنت تقول لي سريع وبتاع بس انا مش حاسس لا 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 كان كابتن ربيع بالظبط يعني. اه والله كان لعيب كويس جدا. تمام. بعد الفاصل مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين ولقاء حواري اخر طبعا مع سلمى شوبير عضو لجنه الشباب بالنادي الاهلي وسهام سيد مقرر لجنه المراه بالنادي بعد الفاصل.